إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، بداية أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم على الطاعة أدوم. ها نحن اليوم نحتفل بعيد الفطر، أسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعلى الأمة الإسلامية في هذا العيد بالخير واليمن والبركات. كما هو معلوم أن هناك أعياد كثيرة عند الأمم السابقة، وحينما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان أهل الأنصار يحتفلون بيومين، فلم ينكر المصطفى صلى الله عليه وسلم الاحتفال بالعيد، وذلك لمزايا العيد الدينية والاجتماعية والقومية، وإنما استبدل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الأيام بيومين ارتبطا بشعيرتين من شعائر الإسلام. استبدل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الأيام بيومي الفطر، بعيد الفطر وبعيد الأضحى. وها نحن اليوم نحتفل بعيد الفطر، أسأل الله عز وجل أن ينعم على الجميع بالخير والأمن والأمان والاستقرار. كما هو معلوم عند السادة الشافعية أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السنة أيضا أن يشرع في ليلة هذا العيد بالتكبير وبالذكر وبالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويسن عند الخروج لصلاة العيد أن يتطيب الإنسان وأن يلبس أفضل ثيابه حتى وإن لم يخرج لصلاة العيد. وصلاة العيد تصلى ركعتين، يقرأ الإمام بعد الفاتحة بصورة الأعلى، وفي الرقعة الثانية بصورة الغاشية، أو في الرقعة الأولى بصورة قاف، وفي الرقعة الثانية بصورة القمر. والسؤال أيها الكرام، ونحن في هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، إن لم نستطع أن نؤدي صلاة العيد في جماعة، أسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعلى الجميع إن شاء الله بإذن الله بالأمن والأمان وبالصحة والعافية، إن لم نستطع الخروج لأداء صلاة العيد، فهل معنى ذلك أننا قد حرمنا من ثواب صلاة العيد؟ الإجابة لا، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في حديثه الصحيح أن الإنسان إن كان مواظبا على أمر ما ثم حدث له عارض كمرض أو سفر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإن كنت أنت مواظبا على صلاة العيد في جماعة والخروج والتكبير والتهليل، فبإذن الله عز وجل الثواب مكفول والجزاء من عند الله عز وجل مكتوب لك. كذلك أيضا علينا أن نقلل من الزيارات، وأن نعلم جميعا أن اتباع تعليمات وزارة الصحة علينا أن ننفذها وعلينا أن نطبقها، لأنهم أولي الأمر في هذا الشأن. نسأل الله عز وجل أن ينعم على بلادنا وبلاد الإسلام وبلاد العالم أجمع بالأمن والأمان والاستقرار والصحة والعافية، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة وبركاته.